ينضم إلينا من رام الله الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بك ومرحبا معنا دكتور صبري. بالطبع تابعت التفاصيل التي جاءت بشأن الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري والرئيس الأمريكي بشأن ما يحدث الآن، والتأكيد على أن حل الدولتين هو أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين. إذن استراتيجية مصرية واضحة تجاه هذه القضية والفلسطينيين، ماذا عن الاستراتيجية الخاصة بالولايات المتحدة في ضوء التصريحات المنبثقة منها؟ نعم، كل التحية لكم والأهل في مصر الحبيبة، والتحية لشعبنا الصامت. كل التقدير للاستراتيجية المصرية الواضحة منذ اليوم الأول التي رفضت التهجير، رفضت العدوان برمة بالأحرى، رفضت التهجير وكل تبعات هذه الحرب المسعورة التي شنت على الشعب الفلسطيني. المطلوب من الإدارة الأمريكية الآن أن تتصرف، هي التي زودت إسرائيل بالسلاح، هي التي وفرت الغطاء السياسي، وهي القادرة على وقف هذه الحرب. مهما حاولت أن تناور أن تعطي الانطباع بأن لا علاقة لها بموضوع القرار، لكن واضح أنه القرار هو لدى الإدارة الأمريكية. لكن أيضا نأخذ بعين الاعتبار بأنه مجريات الأمور على الأرض تتجه نحو الزج بالفلسطينيين باتجاه رفح، وهذا الموضوع يشكل خطورة كبيرة على موقف جمهورية مصر العربية والموقف الفلسطيني الثابتين اللي رفضوا هذا التعامل مع هذا الملف، ويرفضوا تماما مبدأ التهجير أو اقتطاع جزء من الأرض الفلسطينية أو حتى تقليص مساحة قطاع غزة أو وضعها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. لذلك نريد للإدارة الأمريكية أن تتوقف عن الحديث بلسانين وأن تنطق بلغة الحق، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف جرائم الحرب المرتكبة، والذي يعني وقف الحرب برمتها. دكتور صبري، مما لا شك فيه أن واشنطن أصبحت تنظر إلى القاهرة بصفتها الدول أو أهم الدول الإقليمية في تحقيق معادلة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كيف يمكن استغلال التحركات العربية وعلى رأسها التحرك المصري في تحقيق هذه المعادلة بالنظر كما ذكرت لي القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية؟ نعم، لا، ما من شك بأنه الموقف الثابت الرئيس الذي رأيناه خلال هذه المحنة هو موقف جمهورية مصر العربية وموقف المملكة الأردنية الهاشمية برفض موضوع التهجير باعتبارها القنبلة الموقوتة التي لوحت بها إسرائيل. ومستمر الحديث بكل أسف حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية تصريحات على لسان الساسة الإسرائيليين حول التهجير. مهم أن يتم إسناد الموقف المصري أكثر فأكثر، أن يكون هناك صوت أعلى للمجموعة العربية التي تابعت هذا الملف بشكل حثيث. أتحدث عن المملكة الأردنية الهاشمية والتي تحاول أيضا، والسعودية والإمارات وقطر، أن يكون هناك موقف متعالي أكثر فأكثر، يسمع صوته بالأحرى بصورة أكبر حتى يوقف هذا النهج الذي يركز على العملية العسكرية والتي تضغط باتجاه دفع الناس نحو رفح. هذه قضية حساسة، الوصول إلى هذه المرحلة من الضغط سيعني بالضرورة إحباط القضية الفلسطينية برمتها. لذلك بورك هذا الموقف المصري، ولكن هذا الموقف يحتاج للمزيد من الإسناد من الأشقاء العرب، ويجب أن يتم تحريك ملف محكمة الجنايات أو محكمة العدل الدولية الآن في مجلس الأمن. لدينا امتحان كبير يوم الأربعاء، يجب أن نكون جميعا كأمة عربية على قدر المسؤولية، لأنه دور المجموعة العربية ليس دورا بسيطا في الأمم المتحدة ولا يستهان به على الإطلاق. بالطبع تابعت دكتور صبري الأنباء التي تتعلق بتعليق عدد من الدول للتمويل المقدم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في وقت تعتبر هذه الوكالة من أهم العاملين في القطاع الإنساني في هذه المرحلة من الحرب على قطاع غزة. كيف تنظرون إلى هذا؟